تزايد مخاوف كيان الاحتلال الإسرائيلي من إمكانية التوصل إلى حل سياسي بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، الأمر الذي سيحشر تل أبيب في الزاوية حسب وصف صحافة كيان العدو لحفظ ما تبقى من ماء الوجه الإسرائيلي وصد التقارب بين الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبين إيران. توجه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث يجري مباحثة مطولة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول النووي الإيراني. تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي متوجسة وقلقة من الاحتفاء الدولي بالرئيس الإيراني حسن روحاني ونتائج المقابلة الصحفية لروحاني مع كبرى وسائل الإعلام الأمريكية عقب خطابه الذي وصف بالدبلوماسي المعتدل في الأمم المتحدة، والذي طالب فيه روحاني بانضمام حكومة الاحتلال إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتأثير هذا الخطاب في تغيير الموقف الدولي حيال إيران وحل قضية البرنامج النووي من دون شرط إيقافها لأنشطتها النووية السلمية كافة مثلما تطالب إسرائيل. بينما تصاعدت حملة الانتقادات إلى نتنياهو مطالبة إياه بعدم استخدام رسم القنبلة ذاته الذي استخدمه أثناء هجومه على إيران في الجمعية العمومية العام الفائت والذي لم يجلب نتيجة. وشككت صحيفة يديعات أحرينوت في إمكانية نجاح نتنياهو في مهمته ناقلة عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله إن الأجواء في واشنطن تشير إلى فتح صفحة جديدة بعد 34 عاما من العداء بين واشنطن وطهران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية عقب الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين منذ عشرات الأعوام إن اتصالا هاتفيا واحدا بين روحاني وأوباما لن يؤدي إلى تطبيع العلاقات فورا. وتعليقا على طلب البيت الأبيض عقد لقاء بين الرئيسين قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن روحاني رفض هذا الطلب لأن تنظيم مثل هذا اللقاء بعد هذا التاريخ الطويل للعلاقات المتوترة كان مرتبطا بالعديد من التعقيدات، مضيفا أن المفاوضات ستكون أكثر جدية إذا أبدى الأمريكان موقفا مناسبا في المستقبل. وزير الخارجية محمد جواد ظريف رد على نتنياهو بأن حملة الاتسامات الإيرانية أفضل من حملة الأكاذيب الإسرائيلية. يرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تشي باندلاع أزمة ثقة جديدة بين نتنياهو والبيت الأبيض تجعل إسرائيل وحدة في مواجهة إيران، مواجهة وصفها رئيس حكومة العدو شمعون بيريز بالعاجزة بما يجبر نتنياهو على التحلي بالدبلوماسية والتوقف عن تهديداته العشوائية.